طب عايزة كمان أعرف علاقتك بقى جوه البيت عاملة ازاي بالناس، انت أب عامل ازاي، عندك أرام يعني، احكي لي بتعامل مع البنات ازاي. يعني أرام وأيانا وألارا الله يخلي ولاد الجميع، بس أنا بحاول قد ما في لقي الوقت للعائلة، يعني العائلة عندي شوي أولوية على كل شيء. يعني مين فيهم بتحسوا شكلا؟ أنا مش هسألك قلب لأنه أنا متأكدة أن أنت أكيد بتحبهم كلهم، وده سؤال بيبقى صعب. مين فيهم أكتر حد أنت بتحس أنه واخد من رامي؟ والله يعني بتسألي دليدة، بس أنه بس أنه أنا على سواسية يعني مع الكل، ما عندي تفرقة سبحان الله. بس البنت أوقات يمكن بتاخد قلب بي أكتر. أنهي بنت بقى؟ أنت كمان عندك بنتين ما شاء الله، ثلاثة. دليدة معاهم برضو ما نسيت. يبقى دليدة أكيد الأقرب، مش محتاجين نسأل. إزاي بتدعمها في شغلها؟ أنا عارفة أنها كمان هي كان عندها فاشن شوف مصر السنة اللي فاتت وأنت كنت موجود. كان عندها كتير، ثلاثة أربعة تقريبا. أنا دايما موجود، يعني أنا الدعم الأكبر لدليدة أنا أخوها وأبوها وزوجها وحبيبها وكل حاجة في حياتها، ومدير أعمالها، وفي كل شيء بتاخد رأيي بكل شيء. بحب إني أدعم الإنسان تكون عاملة بالمجتمع ويكون حياتها مش بس بيت يعني واهتمام فقط بالبيت، لا، إذا قادرة تنسق بين بيتها وبرا أنا بشجع هذا الموضوع. أنا بيهمني إنه الإنسان تكون عم تشغل دماغها بكتير أمور وعم ساعدها بنجاحها وعم دلعها بنجاحها واحتفل بنجاحها. انت يعني اتجوزت متاخر شوي ولا انت 30؟ ما اعتقدش متاخر، انا بعتقد انه هذا السن المنطقي للرجل او للشاب انه يتزوج، مش اصغر من هيك، مع احترامي لكل اللي عملوا هذه التجارب، لانه ممكن يكون وصل لمرحله من الوعي او الحكمه اللي بيقدر ياخذ قرارات معينه، بيقدر يعيش الانسان اميره بقراراته، مش لأنه هو ورث من أبوه قادر يعيشها أميرة، لازم يعيشها أميرة من وراء خبرته مش من وراء هو عنده إيه. فأعتقد هذا السن شوي مقبول أنه الإنسان ياخد هاي خطوة. موضوع ملوش علاقة بالنجومية ولا بالفانز والناس، يعني شوية الفانز يبقوا عايزين الفنان دايما طول الوقت شايفينه سينجل. أنا ما بفكر بحد، يعني أنا الفانز بالنسبة لي بحبهم لازم يحبوني مثل ما أنا، بس هذا بصراحة آخر تفكير عندي. أنا العائلة بالنسبة لي هي مقدسة وهي كربيت. إذا في حدا ممكن ما يحبك لأنه صار عندك عائلة هذا شأنه، بس أنا فنان برات البيت وزوج وأب جوات البيت. حد من الولاد أنت شايف فيه موهبة فنية أو شايف أنه كلهم بيحبوا الفن؟ يعني أرام بيحب البيانو، أيانا بتحب البيانو، البيبي ألارا بتحب تصرخ كتير، يعني لا كله بيحب فن بعمرها يعني. بحبوا أجواء الهايصة، بيحضروا حفلاتك، بيسافروا معاك أحيانا. أرام عم بحب كتير يكون معي بالاستوديو، عم بحاول شجعه، يعني مش شجعه، عم بحاول انتبه إذا هو بحب الفن أو لا، مش حوقفه ومش حقول له لا، حشجعه والباقي عليه.